أهلا وسهلا، السلام أوكي، عليكم. السلام عليكم جميعا. ازيكم؟ مرحبا دكتور محمد، أهلا. مرحبا علي، ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ تمام. الحمد لله بخير، كل شيء بخير. اولا احب اعرف نفسي، انا اسمي الدكتور محمد رشاد من معهد العلوم الجنسيه. النهارده هكون معاكم كجايد في فيزيت سي ام اس سيرن مع اتنين اخرين معايا. احب اعرفك نفسهم. علي اتفضل. أهلا، إياكم علي مرزوق من مملكة البحرين. أنا مهندس هنا في سيرن، أشتغل مع على السيفتي والكولينج بتاع الديتكتور، وإن شاء الله راح تكون اليوم الفيزيت معاكم ومع دكتورة ريهام اللي الحين راح تجي، بس أعطوها دقيقتين. بس ثواني دكتور محمد. اوكي، وصلت دكتور ريهام. اوكي، بس عرفي عن نفسك. السلام عليكم. أنا ازيك ازيك يا محمد؟ ممكن بس تعلي الصوت شوية؟ انت سامعني كده؟ ايوه اوكي. عرفت عن نفسك؟ ايوه انت اوكي، أنا ريهام، أنا مدرس في كلية العلوم جامعة حلوان يعني مصر، وأنا دلوقتي بوست دكتور في الـ INFN في جامعة باري في إيطاليا، وأنا فيلو هنا في سيرن، سو أنا بيزد هنا في سيرن، وبقالي تقريبا 10 سنين في تجربة السي ام اس. ما شاء الله. أهلا بكم جميعا. فدلوقتي حابين إن إحنا الصوت مش واضح، صح؟ هنحاول نحل مشكلة الصوت، بس أنا هدي برزنتيشن زي فيو سلايد، 5 سلايد، اوكي. فأنا هصوتي هيكون واضح على الأقل ما نحل المشكلة. حتى لو صوت عالي على الحاجات أكيد تمام. ما دي الحاجة الغريبة المرة دي، إن أنا أول مرة أعمل الزيارة، بس أنا هنا وأنا هنا مش أنا هنا كل مرة. تمام. زلتون، I would like to share my screen so you can. Go ahead, yeah. Okay, no, not fine. So it's not. I think, yeah, now it's okay. But make it on the presentation mode. I don't know why. كبر ال Bye. اضغط كنترول ال يمكن تشتغل. مش فاضي تاني، مش فاضي. It's something wrong. It's a, yeah, okay. It's a screen, full screen, in the data show, but not in the. حاولت أربعة. Can you see this button? Ali? Not yet. It's loading. So at least here in the room, you can see the slides. So I'll start with them and then let's see if it's loading. Okay. السلام عليكم جميعا. زي ما قلت، هذه بس مقدمة. مسامحة دكتور محمد، صوتك ضعيف، ممكن في الصوت مشكلة ضعيف كده كويس كده. تمام كده طيب. أحسن. أيوة. أول حاجة، الناس دي فين دلوقتي؟ أنا أعرف الناس دي فين. الناس دي موجودة على الحدود، لو احنا بصينا للصورة اللي زي دي
في زي اير بلان فيو فوق اي طياره ولا حاجه، هتبص تلاقي دي الحدود اللي ما بين سويسرا وفرنسا اللي هو الخط المقطع ده، وممكن تلاقي هنا بحيره جنيف، ممكن تبص ورا فوق تلاقي الألب، وهتلاقي في رينج، بس الرينج ده مش هتقدر تشوفه في السماء، الرينج ده موجود تحت الأرض على عمق 100 متر. مسامحة دكتور على محمد محيط بقاطعك، 24 كيلو متر. السكرين مو is not shared، مو طالعة. ف محيط السيركمفرنس 24 كيلو متر. أنا ما بغيرش يعني. أوكي. أو تكملة الكلام ده، الرينج الكبيرة بنسميها اللارج هادرون كولايدر، اللي هو المسافة الحلزونية الكبيرة. المسرع الهيدروليكي لو جينا نرجع بس للزمن اللي ورا كده، بقى نرجع مش 10 سنين او 20 سنه او كده، هنرجع 14 مليار سنه. 14 مليار سنه هو عمر الكون. فكره الكون نشات كنظريه بنسميها بيج بانج ثير. الكون كان عباره عن زي حبه زبده محمد، احنا هنا مش شايفين السكرين، ففي الريكورد هتطلع السكرين فاضية، فينفع تعمل شير تاني؟ او لو هي مش راضية انا تعمل عامله سكرين، شير بس ما فيش، الشاشة هنا سودة. لو في مشكلة في الشير ممكن تبعت السلايدز بسرعة كده لزولتن مثلا وشير تستخدم معاه. نفس السلايدز بتاع زلطان. والله I think it is right. هي دلوقتي لسه بتلود، استنى كده دقيقة. كده اوكي شفنا السكرين تمام. كده، تمام. اوكي، فزي ما قلت فكرة البيج بانج ثيري وفكرة الانفجار العظيم هو إن الكون كله كان عبارة عن زي حبة أو حبة حاجة، بس بكثافة عالية جدا ودرجة حرارة عالية جدا. مرة واحدة لسبب ما، بسبب الكثافة العالية ودرجة الحرارة العالية، ممكن الكون ده أو حبة الجزيرة دي انفجرت. لما انفجرت طلعت جسيمات، الجسيمات دي كانت هاي انرجيتك قوي، ابتدت إن هي مع الوقت تبرد وتفقد طاقة وتتحول لجسيمات أخرى، تبرد تفقد طاقة وتتحول لجسيمات أخرى، لحد ما وصلنا للشكل اللي إحنا فيه دلوقتي. او الستيبل بارتكلز اللي احنا موجودين معاها دلوقتي، زي الالكترون في البروتون، في حاجه اسمها الكوارك، في حاجه اسمها الميون، وهكذا. فكره سيرن ان احنا عايزين نعمل اعاده للبيج بانج تاني. بمعنى ايه؟ زي ما قلنا ان هو حصل انفجار، فاحنا عايزين نعمل انفجار، طبعا مش هنفكر جوه الارض، عايزين نعمل انفجار على سكيل صغير. فبنبتدي ان احنا نجيب جسيمات، الجسيمات دي بنبتدي ان احنا نسرعها جدا، نوصلها لسرعه الضوء، وبعد كده نعمل سماش، نعمل كولايت مع بعض. نبتدي احنا نصور ايه اللي طلع من الكوليجن ده، ايه اللي طلع من الكوليجن ده كفلاش باك للبيج بانج ثيري او للانفجار الكبير اللي حصل قبل كده، ونبتدي ان احنا نسجل الصور دي، وكل صوره نبتدي ان احنا نحللها ونشوف ايه اللي كان موجود، ايه الجسيمات اللي كان موجود. طب في سؤال مهم قوي، هنستفيد ايه؟ الفكرة كلها إن الاستفادة مش هتقع دلوقتي بالنسبة للجسيمات، هتقع على المدى البعيد. إزاي على المدى البعيد؟ زي بالظبط الفوتو، الليزر، قد إيه في حياتنا إن إحنا بنستخدم الليزر؟ كل شيء. ساعات لما اكتشف الفوتون ما كانش حاطط في دماغه إن هو هيستخدم الفوتون ده كليزر، أو يستخدم الفوتون ده كتطبيقات طبية وعملية وي وي وي. هي نفس الفكرة، إن إحنا مجرد ما بنكتشف الجسيمات دي، إحنا بنحط خطوة على بداية العلم إن إحنا إزاي نستخدمها بالظبط. دي حاجة. الحاجة التانية، التكنولوجيا اللي احنا هنشوفها النهارده المستخدمة في طريقة اكتشاف الجسيمات دي هي تكنولوجيا رهيبة. ابتدوا الناس علشان يوصلوا لحاجة معينة، ابتدوا ان هو يطوروا التكنولوجيا دي بطريقة ما، بحيث ان هي تساعدنا في الاكتشاف، فبالتالي بدأنا ان احنا نطور التكنولوجيا على مستوى عالي. فزي ما احنا شايفين ده شكل التيوب، فاكرين شكل ال اتش سي من تحت؟ هو ده شكل التيوب، ويبتدي الجسيمات ان هي تتسرع وتخبط مع بعض في مكان معين. المكان ده احنا بنسميه ديتكتور، المكان ده بنسميه ديتكتور. الديتكتور عباره عن اكسبيرمنت
زي بين كاميرا، زي كاميرا كبيره بتبتدي ان هي تصور الجسيمات او تصور الكوليجن اللي بيحصل وتسجل الفوتوز دي، واحنا نحلل الفوتوز. فلو جينا شفنا شكل ال اي سي او اللارج هادرون كولايدر اللي هو موجود تحت الارض، هو موجود على مسافه 100 متر تحت الارض ما بين سويسرا وما بين فرنسا، وفي اربع تجارب اساسيه موجودين هناك، هما سي ام اس واطلس واليس وريش سي. كل واحده من التجارب دي هي مخصصه لشيء معين، تتكت نوع معين من البارتكلز. عندنا سي ام اس في الاطلس في الاس بي والاليس. احنا النهارده هنزور تجربه سي ام اس تحت، نبتدي ان احنا نشوف الناس دي بتعمل ايه بالظبط، وايه البريكوشنز اللي هم بياخدوها، وايه المكان تحت الارض عامل ازاي، وازاي هو بيخش في الاليفيتر، وايه الفاسيلتيز الموجوده هناك. انا اعتبر بس كده اعطيت مقدمه، ودلوقتي حدي المجال لزملائي من سيرن هم يكملوا، هم موجودين فين بالظبط. علي سامعني؟ اهلا اهلا، سامعينك يا محمد. ايوه. طبعا مرحبا بكم مره ثانيه في سير. احنا راح حاليا نبتدي بالفيرتشوال فيزيت. دكتور محمد اعطانا مقدمه كلش جميله، يعني لخصت الموضوع لخصت لنا. كله يا محمد ايوه، كده تمام. فممكن ان نبلش على الفيزيت دايركت عشان اوكي، نستغل الوقت. احنا هيكون عندنا، انا هنزل معاكم في الاندر جراوند تحت، وعلي زميلنا هيكون معانا هنا في السيرفيس، ومحمد هيكون معانا في الجزئين، هيكون معانا على طول. انا هبتدي اجهز نفسي وهنزل تحت في التجربة، وعلي هيكون معاكم هنا على ما انا احط السيفتي ايكوبمنت بتاعتي. تمام. اوكي شكرا دكتور هام. طبعا مثل ما قال لكم دكتور محمد ان السي ام اس هو تحت الارض، لكن هو الديتكتور الوحيد اللي انبنى او تركب في السيرفس او فوق سطح الارض، وبعدين نزلوه قطعه قطعه الى تحت الارض. المحل اللي انا واقف فيه حاليا بسمونه الاسمبلي هول. انا حاليا واقف عند شيء، خلينا نقول فتحه كبيره او شافت. هذه الفتحه، الارض اللي انا الحين واقف فوقها، فينا ان نحركها ونباعدها عشان ننزل قطع السي ام اس. فبعد ما ركبنا السي ام اس او ركبنا القطع مال السي ام اس، يعني كانوا حوالي 15 سلايس، 15 قطعة، نزلنا قطعة ورا قطعة من خلال هذا الشافت اللي أنا واقف عليه. فأكبر قطعة كان وزنها حوالي 2000 طن، ونزلناها 100 متر تحت الأرض بفقط 10 سنتيمتر of clearance. يعني متخيل أن عندنا فقط 10 سنتيمتر من المساحة اللي نتحرك فيها بين السلايس مالنا والجدار. فكانت كلش عملية معقدة وصعبة، بس لأن تهندست صح وتنظمت صح قدرنا نحققها. طبعا نقدر نراويكم شلون دورة حياة البروتون عندنا في سيرن. ببدي في منطقة ميران اللي هي في الجانب الآخر هني، في بيزيد الانرجي مالنا في البي اس، وبعدين بروح لشيء اسمه السوبر بروتون سينكنترون. هني راح تتسارع سرعة البروتونات أكثر وأكثر، وبتوصل إلى 99 بوينت رقم معين من سرعة الضوء، وبعدين راح تدخل في ال ال اتش سي. وفي ال ال اتش سي راح، نعم دكتور محمد، ثانية واحدة بس عشان كان في مشكلة في الصوت فالناس ما سمعتش. اوكي. بس أعيد أنت بتقول بس سريع. الحين اوكي الصوت؟ كان اوكي الصوت، بس ثانية واحدة بس انتظرني أعيد بس أنت قلت إيه بالظبط للناس عشان وين انقطع الصوت؟ استناني بس ثانية واحدة. ثانية واحدة. هو أيوة بس عادي. علي كمبيوتر إن هو المكان اللي هو موجود فيه هو المكان اللي نزل منه تجربة جي بي اس. بمعنى ايه؟ معنى ان التجربه ما اتبنتش تحت الارض، بدا التجربه اتبنت فوق الارض. كان كل قطعه وزنها حوالي 2000 طن، 2000 طن تحت الارض.
كان توتال حوالي 14000 دولار. يعني احنا بنتكلم في ضعف برج ايفل، كتله التجربه مرتين عن برج ايفل صحيح. صح، ايوه ضعف برج ايفل. اتبنت فوق الارض، ولو شفنا المجسم اللي ورا علي ممكن بس ترجع ورا شويه. ايوه بتلاحظون حجم الديتكتور العملاق، يعني حوالي 15 متر في الدايميتر، 22 متر في اللينث او الطول، وهي صورة الإنسان العادي بالنسبة للديتكتور. يعني تخيلها بناية مكونة من 5 طابق أو ممكن أكبر، وكل هذا عشان تقيس وين تروح الذرة أو البارتيكل بعد ما تتصادم، أو شنو يطلع عندنا بعد الكوليجن. فكنت طبعا مسا الصوره بالحجم الطبيعي، أيوه الصوره بالحجم الطبيعي، بس بتشوف هنا قد ايه حجم الانسان بالنسبه لطول التجربه نفسها، هي حوالي 5 طوابق زي ما كان بيقول عليها، 15 متر ديامتر، 29 متر طول، لو احنا مشينا بالطول ده مع الستايلز. اتفضل علي. ايه معلش انت سامعني كده يا محمد؟ سامعني انت وعلي؟ ايوه اه سامعينك. احنا بس هنوريكم حاجه من بره التجربه قبل ما ننزل تحت. زي ما انت قلت يا محمد ان احنا عندنا ال اتش سي، التيوب الزرقاء اللي انت كنت بتوريها في التجربه دي، شكل التيوب الحقيقيه موجوده قدامنا هنا اهي. ده كان موديل موجود بره سيرن، ده اللي موجود بالظبط تحت الارض. زي ما محمد قال ان احنا وعلي قال ان احنا بنسرع البروتونات، بيبقى عندي تو تيوبس، واحده فيها البيم البروتون اللي بيتحرك في اتجاه، والبروتون اللي بيتحرك في الاتجاه الثاني، وبيتصادموا جوه الديتكتور. ده شكل التيوب بتاعتنا، وده التو تيوبس الصغيرين، واحده بيكون فيها البيم في البروتون في اتجاه، والتانيه بيخرج منها البروتون في الاتجاه الثاني، ودي على محيط ال 27 كيلو متر كلهم بتبقى التيوب دي موجوده. بعد ما التو بيمز بيبتدوا، بيبقى في عندي ماجنتس بتحكم لي البيم ده واحنا بنتحرك، وهنشوفها برضو خلال ما احنا بنشتغل. بيبقى عندي في حاجه للسكويز للبيم عشان يبقى فاين جدا، بنقول ان الديامتر بتاعه زي حجم الشعرة. بيبقى عندي نوعين من الماجنت، بيبقى عندي ماجنت مسؤول ان هو يسكويز البيم، ده كوادرابول ماجنت، وبيبقى عندي ماجنت تانية مسؤولة ان هي تعمل لي البندنج بتاع البيم، بتبقى الدايبول ماجنت. انا بس حبيت اوري لكم التيوب قبل ما احنا ما ننزل تحت، واعتقد علي ومحمد هيكمل في حاجة كمان حابين نوريها، شكل المبنى بتاعنا من بره. ده شكل التجربة بتاعتنا او حجم المبنى كله بتاع تجربة دي ام اس. المبنى كبير زي محمد ما كان بيقول، لان التجربه بتاعتنا اتبنت فوق السطح ونزلت جزء جزء تحت الارض، فكان لازم يكون حجم المبنى كبير عشان يكون فيه البنايه بتاعت الديتكتور بالحجم الطبيعي بتاعته، كله كانت موجوده جوه الجراج او جوه المبنى بتاعنا ده. وبعد كده نزلت قطعه قطعه زي ما محمد ما كان بيقول لنا، سلايس سلايس كانت التجربه بتنزل من المكان اللي علي واقف فيه، المكان اللي احنا كنا واقفين فيه جوه دون الاريا اللي احنا كنا واقفين فيها، دي اللي نزل منها الديتكتور بتاعنا جزء جزء. ممكن ندخل تاني ونوريكم الجزء ده قبل ما ننزل تحت. اوكي احنا هندخل دلوقتي سريعا، هنوريكم شكل الديتكتور، المكان اللي احنا بنتكلم عليه اللي اتبنت فيه التجربه اللي محمد كان بيقوله دلوقتي. حاليا قاعد اشوف دكتور ارهام جاي عندنا داخل اهو. المبنى. اهلا. اوكي ف هو واقف على مكان احنا شايفين هو هو حاليا المحل اللي انا موجود واقف موجود فيه اهو. هو الشافت اللي نزل منه الديتكتور. ف نزلنا هني القطع السي ام اس قطعة ورا قطعة. مثل ما قلت لكم ان في بعض القطع كانت كلش حجمها كبير، حوالي او هم ان وزنها ثقيل، كان وزنها حوالي 2000 طن مثل ما قال دكتور محمد، ونزلناها 100 متر فقط، كان عندنا 10 سنتيمتر من الكليرنس. طبعا استخدموا عشان تنزيل هذه القطعة سبيشال تايب اوف كرين. هذا الكرين يعني يستخدمونه في بعد ما خلصوا من تنزيل القطع السي ام اس، هذا الكرين راح يصعد او يرفع اسقفه الملاعب مال الفوتبول او الاشياء الضخمه جدا.
والحلو في الموضوع انه كان الكرين اول مره يستخدم في تنزيل الاشياء، لان عاده انت تستخدم الكرين عشان ترفع الاشياء مو حق تنزلها، فهذا كان شيء يعني حتى انه استفادوا منه اللي صنعوا الكرين او شركه الكرين. اشوف دكتوره رهام حابه تتكلم عن اجزاء السي ام اس. ده شكل الديتكتور عندنا، انت كده سامعيني تمام؟ ايوه ده شكل الديتكتور زي ما كان علي ومحمد بيورونا. اللوحه الكبيره اللي ورانا دي بالحجم الطبيعي دي مجرد شريحه واحده من الديتكتور. هنا شكل الديتكتور كله، الماكيت ده بيورينا جميع اجزاء الديتكتور من اول البيم بايب هنشوفه عندنا بينور، ده الاتجاه بتاع البيم. تلاحظ ان هو الشكل كله مقفول على بعض، بنقول عليه برل كانه جزء برميل ومقسوم مقفول من الجنب بجزئين. ده الجزء بتاع البيم، واحد بيتحرك في اتجاه والتاني في الاتجاه التاني وبتصدموا جوه الديتكتور. كل جزء من الديتكتور نقدر نشوفه هنا، ده الجزء الداخلي بتاع التراكر، ممكن يكون مش باين قوي عندنا. ده التراكر هو الجزء اللي بينور. بعد كده عندنا البرل والاند كاب، الجزئين بتوعه اعتقد ان هم باينين كده يا محمد. بعد كده عندنا الايكال، ده جزء تاني من الديتكتور، دايره تانيه من الديتكتور. بعد كده جزء عندنا في الاخر جزء كمان، وفي الاخر عندي الميون سيستم، ده الجزء الاخير اللي مسؤول عن جسيم الميونات اللي هو بيعمل ديتكت للميون. ده الجسيم الوحيد اللي بيقدر يوصل لاخر الديتكتور في الاخر ويقدر نعمل له ديتكشن في الجزء الاخير. انا بس حبيت اوريكم شكل الديتكتور وهو مقفول، كان واحنا اللي احنا شفناه على اللوحه مجرد السلايس منه دي او جزء شريحه منه. دلوقتي احنا قدام الباب اللي هندخل فيه ننزل منه تحت للتجربة، هوريكم بس بعض الحاجات السيفتي اللي المفروض ان احنا قبل ما ننزل تكون عندنا. اول حاجة لازم يكون معانا دوزوميتر. دوزوميتر ده وظيفته حاجتين، بيقيس كمية الاشعاع اللي انا باخدها، فانا ممكن اتشيك الجهاز بتاعي قبل ما انزل وبعد ما انزل اشوف قد ايه خدت دوز من الاشعاع، وبستخدمه ان هو بيكون لي الاكسس بتاعي عليه. تاني حاجة في السيفتي لازم طبعا يكون معانا الهلمت الخوذة عشان لو حد دماغه اتخبطت. تالت حاجة برضو لازم يكون معانا سيفتي شوز، الشوز دون مخصوص بيكون فيه جزء حديد من قدام ومن رجل من ورا عشان يحمي رجلينا لو حاجه وقعت عليها. انا هوريكم دلوقتي الديزوميتر واحنا بنشوف قد ايه اشعاع قبل ما انزل، وممكن نقيسه تاني بعد ما اطلع. هتلاقوا اسمي هنا طلع علي، ده الاسم السير نيم بتاعي، ونشوف الداتا وسندنج داتا. احنا كده لكن بيدور افترض ان الجهاز الدوزيميتر ده يقيس كميه الاشعاع اللي الانسان بياخدها في المكان المحدود، فاحنا قبل ما بننزل التجربه لازم نتشيك الاول قد ايه دوز اصلا متسجل على الجهاز ده. فبالتالي ان احنا نحط الجهاز، نحط الجهاز الدوزيميتر ده الجهاز اللي هو الريدر بيبتدي ان هو يسند الداتا للسيستم بتاع سيرن ويشوف قد ايه اصلا دوز موجود على الجهاز ده. وبعد ما نطلع تاني من تحت الارض نحط برضه الجهاز في الريدر نقرا قد ايه دوز احنا خدناه تحت. Let's try again. اوكي اخيرا 0 مايكرو ملي سفارد، يعني انا عندي 0، مفيش اي كميه من الاشعه. نبتدي ناخد السيكتور بتاعنا ونستخدمه بقى علشان احنا ندخل. عشان ندخل زي ما قلت ان انا لازم يكون ليا اكسس، والاكسس بتاعي بيكون موجود على الديزوميتر، دي اول حاجه. تاني حاجة لما بدخل هنا في المربع اللي أنا بقف فيه، المربع الأصفر دون، أنا بقف هنا بيبقى فيه زي انفراريد راديشن بتشك إن أنا ما يكونش معايا أي حاجة وأنا داخلة. الباب ده بيرسونال بس، يعني أشخاص بس اللي تدخل، ما أخدش معايا شنطة، ما أخدش معايا أجهزة. في أماكن تانية هوريها لكم دلوقتي مخصصة لدخول الماتيريال. حاجة كمان لما أدخل لازم أعمل سكان لعينيا، الداتا بتاعة السكان بتاعة العينين دي موجودة على الداتابيز بتاعة سيرن، مش اي حد يقدر يدخل، المفروض ناس معينه بس اللي بتدخل. ففي زي اكتر من تشيك، اول حاجه اللي يشوف الدوزوميتر بتاعي، وتاني حاجه بيقرا السكان بتاع عيني. احنا دلوقتي هندخل. طبعا كل دوزيميتر مسجل باسم الشخص، يعني لما مثلا الحين دكتورة رهام دخلت على داخل الكافرن، الناس اللي في الكنترول روم او خلينا نقول السيستم مالنا بيعرف ان هي دخلت على الكافرن.
لأنه مسجل باسمها يعني. في دلوقتي احنا أيوه نستنى نعومي معانا من ورا الكاميرا، هي هتدخل دلوقتي، هي نعومي الوحيدة اللي تقدر تخش بماتيريال زي الكاميرا، هي هتحاول تدخل عشان معاها الكاميرا اه، ورجعت تاني لان السيستم عمل ديتكت ان هي معاها كاميرا او معاها حاجة، هي الفكرة كلها صغرت هو الجهاز الواحد بس هو اللي يخش جوه المكان ده، فالجهاز جوه بيقرا حجم جسم الانسان، لو حس ان انت فيك ماتيريال معاك تانية او في اي حاجه معاك تانية بيرفض، يقول لك لا حط. فهي اصلا لما بتخش بالمنظر ده، ودي جنبها وحاطه الكاميرا كده علشان الجهاز يقرا ان هي الواحد بس هو اللي موجود جوه دي عشان يصحح. احنا هنا في المكان ده، قبل ما ننزل على الاليفيتور ده، الاليفيتور او الاسانسير اللي هننزل منه، في باب عندنا تاني، احنا لسه هنا على الزيرو على السيرفس زي ما نعومي بتورينا، في عندنا بابين، الاخضر ده باب تاني زي اللي احنا دخلنا منه، بس بندخل منه من الاتجاه التاني، ده مخصص للبيرسونال للاشخاص، زي ما انا دخلت من الباب اللي احنا دخلنا منه، زي ما كنت بقول ان احنا عندنا جزء تاني، الباب ده مخصص لدخول المعدات، يبقى انا لو معايا معدات او لو في حد داخل بباور سبلاي او داخل باي حاجه نقدر نخش عن طريق الباب ده. ولو تلاحظوا انه في كالرز، في الوان، الاخضر للبيرسونال نقدر نعدي منه، الازرق للماتيريال. في حاجه كمان برضو احب اقولها، هنا عندنا سيستم، هنا السيستم اللي انتوا شايفينه فوق دول، لما بيكون معانا فيزيتور ناس زوار، بتبقى في الخوذه بتاعتهم فيها تشيب من فوق عشان نقدر نعد الناس اللي داخله، وكان الامان الجهاز يعد الناس تاني من الخوص بتاعتهم وهي خارجه، يبقى للامان ان احنا السيستم ده بيعد لي كام زاير دخل وكام زاير خرج. ساعات بيبقى فيه جوست، لو حد ساب الهلمت بتاعته تحت يبقى الجهاز بيديتكت ان في حد لسه موجود تحت، وده طبعا للامان. الارقام دي كلها موجوده في الكنترول روم، نعرف كام واحد دخل ونقدر نشوف كام واحد خرج. وبما ان انا دخلت انا ونعومي وعملنا سكان للدوزوميتر بتاعنا، اسمنا دلوقتي موجود على السيستم في الكنترول روم، فمعروف ان ريهام ورعومي موجودين تحت، وطبعا في كل مكان هنا واحنا ماشيين في كاميرات بيقدروا يشوفونا منها الكنترول روم في حاله ان يحصل اي مشكله. دلوقتي احنا زي ما احنا قلنا احنا على السيرفيس على ماينس زيرو متر، يبقى دلوقتي احنا على السيرفيس خلاص، هنبتدي ننزل تحت، وفي خلال الاسانسير ممكن احنا دلوقتي هنطلب الاسانسير، خلال الزيارة بتاعتنا هنشوف الأسانسير بتاعنا كبير، حوالي 25 30 واحد يقدر يدخل. دي المستويات اللي عندنا، زيرو ده السطح، في ماينس واحد ده على بعد حوالي 80 متر أو 70 متر، هنا حوالي ماينس 2 اللي احنا هننزله على بعد 90 متر، وماينس 3 ده اللي هو على بعد 100 متر اللي فيه الديتكتور بتاعنا. احنا طبعا بما ان الديتكتور شغال وفيه كوليجن مش هنقدر ننزل للماينس 3، احنا هننزل للسيرفيس كفر للماينس 2 على بعد حوالي 87 متر، خلينا نقول 90 متر، والاليفيتور سريع جدا، يعني حوالي تقريبا هناخد دقيقة على ما ننزل تحت. واحنا خلال الاسانسير ممكن الصوت يقطع مننا، فعلي ومحمد هيكون معاكم على ما الصوت يرجع. ايوه شكرا دكتور رهام. حبيت اخبركم مساعد، شفنا الدوزيميتر وشفنا انه يقيس الاشعاعات ويقيس كميه الاشعاع اللي يستقبلها الشخص، بس حبيت اطمنكم ان كميه الاشعاعات اللي ممكن يتعرض لها الشخص في سيرن كلش قليله. انت لما تسافر عبر الطائره وتروح في الجو ممكن يصيدك اشعاع او راديشن أكثر مما يصيدك لما تكون جنب الديتكتور في سير، بس إحنا يهمنا جدا سلامة الأشخاص اللي تدخل على الديتكتور ويهمنا صحتهم، عشان كذي ناخذ خلينا نقول اشتراطات سلامة وصحة مكثفة عشان نحرص على سلامة سواء الأشخاص الزائرين أو الموظفين في سيرن. مساعة خبرتكم عن الكرين اللي استخدمناها عشان نرفع الديتكتر، فهذا الحين تشوفونها جاي في السلايد، إنه سبيشال تايب اوف كرين، فهذه هي صورتها. خليني بس اشرح حاجه يعني. ايوه الفكره ان هم لما هم ينزلوا ستيك كان مش ينفع بالمعدات العاديه اللي احنا بنستخدمها، اضطر ان هم يا ياجروا محمد معلش يا محمد انت سامعنا فوق ايوه سامعينكم. معلش عشان ما نعطلش الاسانسير كتير، انا بس عايز اوري للناس ان احنا هنا اهو وصلنا لماينس 2
على بعد 87 متر، نقول 88 متر تحت الأرض قبل ما الأسانسير ما يطلع فوق تاني. تحب تكمل يا محمد ولا احنا ثانية نتكلم على واحدة. الجزء ده؟ اوكي. فاضطروا إن هم يأجروا المعدة، كل المعدات اللي هي مسؤولة عن دور الاستاد زي الكرين اللي هو الحوامل الرافعة، علشان يرفعوا ديتكتور من مكان ويبتدوا إن هم ينزلوه في مكان تاني. وكان المسافة يعني الفرق ما بين الحيطة والديتكتور حوالي 10 سم، حاجة بسيطة جدا. كانت حاجة ضئيلة جدا بالنسبة لهم، إن هو لو اتحرك بس سنتي واحد ممكن تاني يضرب في الحيطه، ممكن يسبب مشكله في الحيطه. عشان كده هم استخدموا معدات مخصوص جت هي مسؤوله عن بناء الاستادات زي اللي استخدمت في قطر، عشان يرفعوا الديتكتور من مكانه بس وينزلوه مكان تاني. دي كانت الصوره اللي كان بيعرضها، صوره الكرين نفسه او كنت بتروحها اللي كانت مسؤوله عنها. ايش اتفضلي ريهام. الحين بطلعها دقيقة. أيوة، هذه صورة الكرين اللي كان يتكلم عنها الدكتور محمد، اللي هي بنشوفها باللون الأحمر. أوكي، الحين سامعني؟ اوكي، كنت اقول ان انت الظاهر كنت تبي صورة الكرين، فهذه هي اللي نشوفها حاليا باللون الاحمر يعني. وحتى الاستراكشر نفسه مال البيلدينج، الديزاين ماله، البيمز، كاملها مهندسة بحيث انها تقدر تتحمل هذا الوزن من اللود. مش مثل ما تشوفون، بعد في سبورت خارجي بعد على الكرين نفسه. اتصور الحين ممكن رهام تواصل الفيزيت. تمام، سامعني كده يا علي؟ ايوه اوكي. احنا هنا بعد ما نزلنا من الاسانسير، ادي باب الاسانسير على طول ورانا، وزي ما وريتكم على العداد بتاعنا، ادي الاسانسير بعد ما خرجنا واحنا على بعد حوالي 88 متر في ماينس 2. قلت ان احنا مش هنقدر ننزل للجراوند اريا، الماينس 3 احنا شغاله. المنطقه والروم اللي احنا فيها، اللي احنا موجودين فيها دي، من اكتر الاماكن امان اللي احنا نقدر نقف فيها. المنطقه دي اوفر بريشرايزد اريا، يعني اوضه تحت ضغط معين، ان لو في اي حريق او في اي حاجه ورا الدور دون، الشخص اللي هنا مش هيتاثر، الهواء اللي هنا بيخرج من جوه لبره. فلو في اي سموك، اي دخان من اي اريا من حوالينا، المنطقه دي بتكون امان لغايه ما الاسانسير يجي. في حاله الطوارئ، المكان ده برضو في جزء من الامان. لو شفنا التليفون ده او السماعه دي، السماعه دي مجرد ان احنا بس نرفع السماعه، هي بتكونكت مع الفاير بريد، هتكونكت مع اللي هم المسؤولين عن الحرايق، هيبدي حد يقدر ينقذ. معروف ان ده حاجه موجوده للطوارئ بس، حتى لو الشخص ما قدرش يتكلم، مجرد انه هيرفع السماعه هو هيتصل بالفاير بريجيد، وهيجي لك حد هنا علشان ينقذك. طبعا احنا لو في حاله حريق او في حاله اي حاجه طوارئ، بس ممنوع منعا باتا ان احنا نستخدم السلم. المسافه عاليه جدا، 80 متر او 90 متر، ممكن الشخص يستك في النص ومحدش ينقذه. اكتر مكان امان نقدر نقف فيه ان احنا نستنى هنا وناخد الاليفيتور. طبعا ده عكس الكلام اللي بيتقال خالص في التجربه، في الحقيقه، ان احنا بنقول في حاله الحريق ما حدش يستخدم الاسانسير. بس هنا الاسانسير والمكان اللي احنا فيه ده، زي ما انا قلت، اكتر مكان امان، استحاله ان الدخان او اي حاجه تقدر توصل له. عندنا كمان حاجه هنا، الكول هنا، ان احنا ممكن نقدر نتكلم مع السطح. يعني احنا لو في اي مشكله، الشخص اللي هنا عنده اي مشكله او تعبان او اي حاجه، يقدر يتصل من هنا بالكنترول روم وهم هيقدروا يتواصلوا معاه. حاجه كمان عندنا هنا الكاميرا. في عندنا زي ما انا قلت، طول ما احنا ماشيين في كاميرات، الكاميرات دي متوصله بالكنترول روم، واي حد من هنا من فوق يقدر يشوفنا. واكيد طبعا هم ايه شايفيننا دلوقتي. هاخدكم بقى على الجزء اللي هو بتاع السيرفيس كفر. طيب احنا هنا في الاريا دي، قبل ما ندخل على السيرفيس كفر، احنا عندنا، بس حابه اقول ان احنا عندنا اتنين كفر كانهم كافيين، واحد الاتنين جنب بعض، واحد للسيرفيس اللي هو الجزء اللي احنا هندخله دلوقتي، وده بنقول عليه السيرفيس كفر، ده اللي فيه التريجر سيستم او الكيبلز بتاعتنا. وعندي جزء تاني بتاع الديتكتور اللي هو الاكسبيرمنتال كفر، نقدر نشوفه من الجنب ده. الاتنين تقريبا جنب بعض،
واحد اللي احنا فيه والتاني موازي لينا او جنبينا نقدر نشوفه من الجنب هنا. لو بصيته تحت على الارض هتلاقونا تقريبا احنا هنا على 90 متر، ودول ال 10 متر الباقيين اللي احنا ما نزلناهمش للاكسبيرمنتال كافرن. المكان ده لو انتوا شايفين الجزء الاصفر، وفي ده طبعا جزء نقدر ندخل منه للديتكتور، بس زي ما احنا قلنا الديتكتور شغال، يعني في كوليجن، يعني في راديشن، يعني في باك جراوند، فاحنا طبعا الجزء ده مقفول لو انتوا شايفينه بخرسانه، وطبعا في شيلد عشان يقدر يحوش ايه الراديشن او الباك جراوند راديشن من علينا. لو جينا بصينا لفوق، نبص لفوق كده هنقدر نشوف المكان اللي احنا كنا فيه فوق، هتلاقي ده مش عارفه هي كده ظاهره ولا لا، على ما اعتقد ظاهره كده في الكاميرا عندنا. دي المكان او الشفط بتاع الاليفيتور وهو نازل. ولو حد شايف اللي فيه زي نور طالع كده او اضاءه طالعه في الكيبلز، ده مجرد بس بيقول كاننا احنا بنرسل الداتا من تحت من التجربه بنطلعها فوق للسطح. طبعا دي حاجه بس مجرد يعني ايه فيشواليزيشن، ان احنا بنوري ان احنا الداتا بتتاخد من تحت وبتطلع للتجربه من فوق. طيب هنا هنيجي عندنا في الجزء ده قبل ما ندخل للسيرفيس كافرن، عندنا هنا البوستر ده بيورينا المراحل بتاعه البناء بتاعه ال اتش سي نفسه. لو جينا نبص كده ان هم بداوا من الاول من ارض فاضيه مفيش فيها اي حاجه، مجرد ناس واقفه، وابتدت المشروع ان هم يحفروا يعملوا يفحطوا كده وينزلوا تحت بحيث ان هم يبتدوا يبنوا الديتكتور بتاعنا من تحت. وابتدت المراحل بقى التصنيع فوق، دي الاجزاء اتصنعت فوق، ودي الكرين الصفراء اللي كان علي ومحمد بيتكلموا عليها، جمع الاجزاء كل جزء جزء اتبنى لوحده. ودي الاريا اهي اللي كنا واقفين عليها فوق وعلي موجود عليها فوق دلوقتي، الاريا دي بتبقى مفتوحه، وجزء جزء من الديتكتور من هنا يبتدي الديتكتور ينزل عندي جوه التجربه تحت وتبتدي تتجمع تحت. لو نيجي نشوف ده شكل التجربه اهي، والتجربه جزء جزء يبتدي يتجمع عندي تحت. هي دي بس مجرد مراحل البنى بتاعه التجربه نفسها. وازاي هنا لو كنا نشوف هنا ازاي الكرينت او الرفعات كانت بتنزل لي جزء جزء من التجربه تحت هنا طبعا برضو. كانت عمليات هندسية معقدة يعني. في بعد شيء، كان لما حفرنا الحفرة مالت المكان اللي واقفة فيه دكتور ريهام، كان في flowing river underground. يعني تخيل أنت في نهر جاري في هذه المنطقة اللي تبى تحفرها، فشلون راح تسوي حل حق الماي؟ يعني عندك ماي قاعد يجري وانت تبغى تحفر المنطقة، فكان هذا علي واحد من اكبر ممكن نخلي السؤال ده للأودينس في الآخر إن هم يفكروا فيه ويحاولوا إن هم يجيبوا كده. مسامحة ما بقول لك خلي السؤال ده الإجابة مع الأودينس هم يفكروا فيه ويدونا إجابة في الآخر. في آخر الفيديو لو أنت تمام. بتحفر ولقيت مية، أنت بتحفر ولقيت مية تحت، أنت خصوصا عايز إن تكمل محمد حفر. بيتكلم مع ناس خلفية هندسة، صح يا محمد؟ الناس اللي بالظبط. مع محمد خلفية هندسة. لو انت بتحفر ولقيت ميه ريفر لقيت نهر تحت الارض، ازاي هتكمل حفر؟ عايز توصل لتحت، عايز توصل لديبر. اخلي السؤال ده في الاخر نجاوب على كده. مش فاضي طيب طيب نبتدي احنا نكمل هنا يا علي. ايوه تفضلي. طيب احنا هنا هندخل من الجزء زي ما انا قلت السيرفيس كفر، هيبقى فيه نويز شويه، الصوت هنا عالي شويه، بس هحاول نتكلم بصوت عالي. طيب دون السيرفيس كفر بتاعنا اللي بيكون فيه حاجه زي اللو فولتج والهاي فولتج سيستم والتريجر سيستم. طيب يعني ايه تريجر سيستم؟ ده هنتكلم عليه دلوقتي. اي ديتكتور عندنا بيكون الاول ليه حاجه اسمها لو فولتج وهاي فولتج. هاي فولتج الفولت اللي احنا بنحطه على الديتكتور بتاعي عشان يشتغل. فكر كده بطريقه زي ديتكتور زي جايجر، زي اي جاز ديتكتور عندك بتحط له هاي فولتج، فلازم يكون عندي كيبلز فيها الهاي فولتج اللي بغذي بيها الديتكتور بتاعي. الكيبلز بتاعت الهاي فولتج بتاعتي بتتحرك من هنا وتروح للكفرن الثاني اللي هو الاكسبيرمنتال كفرن. عندي حاجه كمان اسمها اللو فولتج، لو انت عندك الكترونكس موجوده على الديتكتور بتاعك بتبقى محتاجه جهد صغير، ده اللي بنقول عليه اللو فولتج. وبرده السيستم بتاع اللو فولتج بيكون موجود هنا، جزء موجود منه هنا ويبتدي يروح للكفر. عندي حاجه مهمه بقى اللي احنا بنقول عليها التريجر سيستم. ايه هو التريجر سيستم؟
تخيل ان احنا عندنا لما بيحصل الكوليجن ما بين البروتون والبروتون بينتج لي تقريبا 40 مليون ايفنت، 40 مليون كوليجن في الثانيه الواحده. طيب هل انا انترستد او انا مهتمه بال 40 مليون كوليجن في الثانيه الواحده؟ ولو انا مهتمه بيهم كلهم فعلا، هل من الممكن ان انا اخزن كل الداتا دي في الثانيه الواحده؟ نتخيل ان انا عشان اخزن ال 40 مليون كوليجن في الثانيه الواحده محتاجه 1 تيرا بايت في الثانيه. هل عندي الامكانيه ان انا اخزن 1 تيرا بايت في الثانيه؟ اكيد لا. واكيد كمان مش مهتمين بكل الكوليجنز اللي بتحصل، في بعض الكوليجنز بتكون سوفت كوليجنز، بتكون عباره عن سكاترينج، في كل الحاجات دي انا مش محتاجاها. فانا محتاجه سيستم يفلتر لي الداتا اللي طالعه ال 40 مليون ايفنت دول، ياخد لي الاجزاء اللي انا مهتمه بيها ويشيل الاجزاء الباقيه اللي انا مش عايزاها. ده اللي عمليه الفلتريشن دي بنقول عليها التريجر سيستم. يبقى الهدف من التريجر سيستم ان انا اخد الداتا اللي انا عايزاها واشيل الداتا اللي انا مش عايزاها او الايفنت اللي انا مش عايزاه. طيب التريجر سيستم ده عندي جزئين، جزء اسمه ليفل 1 وده بيكون هاردوير، ده بيعمل لي ديسيشن للداتا دي اسجل الايفنت ده ولا لا. يبتدي يقلل لي الداتا تقريبا من 40 مليون ايفنت ل 100000 ايفنت، يبقى انا وصلت من 40 مليون ل 100000، والديسيشن ده المفروض يتاخد في حدود الملي سكند، لازم تاخد الديسيشن بسرعه. ال 100000 ايفنت اللي بقى عندي دول بيروحوا على ليفل تاني بنقول عليه الهاي ليفل تريجر، ده مستوى تاني من الفلتريشن، ده بيكون سوفت وير اكتر مش هارد وير، ويبتدي يقلل لي ال 100000 ايفنت يوصل لل 1000 ايفنت. يبقى انا وصلت من 40 مليون ايفنت، وصلت في النهايه لل 1000 ايفنت اللي انا انترستد بيهم، اقدر اخزن الداتا دي وابتدي بعد كده الفيزيست الناس اللي موجوده تبتدي تحلل الداتا. الجميل في السيستم بتاعنا هنا مش مجرد بس سيستم، بما ان احنا بنتكلم على ناس من خلفيه هندسه، ازاي الكيبلينج بتتعمل، كميه التنظيم اللي معموله هنا بحيث ان اي شخص واحد عمل السيستم اكسبرت عمله او اكتر، طبعا مش شخص واحد، طبعا مجموعه من الاكسبرت، لو واحد تاني جه يقدر يعرف فين الكيبل الفلاني اللي رايح في المكان الفلاني من مجرد التنظيم. هو المكان ده ممنوع الدخول، لو احنا شايفين ممنوع ان اي فيزيتور يقدر يدخل بعد كده، بس احنا في الفيرتشوال فيزيت هنقدر ندخل. لو نقدر نبص هنا على كميه تنظيم الكيبل، ده للديتكتور سيفتي سيستم. لو مش هنا بصينا كده على كل الكيبلز، طبعا في التريجر سيستم بتاعنا بنستخدم فايبر كيبلز، طبعا كيبلز من نوع معين، واكيد انتم خلفيه هندسه فبتبقوا عارفين. نقدر نشوف ازاي عمليه التنظيم بتاعه الكيبلنج معموله، الليبلنج كمان نفسها، كل كيبل موجود بيكون ليه ليبل معين بيعرفني الكيبل ده جاي منين ورايح فين. عندنا كمان زي ما انا قلت مش مجرد بس التريجر سيستم، زي ما انا قلت في الهاي فولتج سيستم هنبتدي نشوفه دلوقتي. بما ان انا خلفيه يعني من جزء من الديتكتور في الار بي سي، فانا احب اوريكم الهاي فولتج سيستم بتاع الار بي سي. ايام معانا يا محمد؟ سمعنا؟ ممكن بس تنزلي تحت. انزل تحت؟ اوكي. مسامحة دكتور ريهام، بس لأن وقت الفيزيت محدود ف اوكي، خلينا بس نبص بصة بسرعة هنا. ده على ده الهاي فولتج سيستم وازاي الناس بتقدر تعمل كيبلنج للسيستم. طيب احنا هننزل بقى عند الجزء اللي تحت. قبل بس ما تقولي حاجه على الجزء ده، زي ما كنا بنقول السي ام اس او الديتكتور هو عباره عن زي شرايح، كل شريحه مسؤوله عن جزء معين ديتكت. يعني انا بيطلع لي مثلا الكترون، الديتكتور كله مش هيشوف الكترون، هو جزء منه هو اللي هيشوف الكترون. طلع لي مثلا بارتكل ثاني زي حاجه اسمها ميم، الديتكتور برضه كله مش هيشوف الميم، جزء من الديتكتور هو اللي هيشوف الميم، وهكذا. فكل جزء من الديتكتور هو مسؤول ان هو يشوف بارتكل معين، بس علشان اقدر ان انا اتحكم في البارتكلز دي ببتدي ان انا اطبق عليها ماجنتيك فيلد. ايه؟ ماجنت موجود هناك، يعتبر من اكبر الماجنتس على مستوى العالم، بتطلع حوالي 3.8 تسلا. 3.8 تسلا طبعا الفيزيكس عارفين يعني ايه 3.8 تسلا، دي حوالي 1000 مره ضعف من
فيه بتاعت الارض نفسها، الارض الكتونه، تمام؟ فبنستخدم حوالي 18000 كيلو امبير، 18000 امبير علشان نولد المبيدئ فيه ده، تمام؟ مع طنز من الهيليوم والليكويد هيليوم عشان نبتدي ان احنا نعمل سوبر كونداكتور، نبتدي ان احنا نطلع المبيدئ فيه ده ونحكم فيه البارتكلز. هنشوف قد ايه قوه المبيدئ فيه دي مع ريهام دلوقتي. مفترض ان التجربه مقفوله، مفيش اي حاجه بره، احنا ما بنوصلش للتجربه دلوقتي. معايا ريهام؟ معاك يا محمد، هل اقدر سامعني كده؟ احسن من المكتب فيه؟ هل اقدر احسن من المكتب فيه؟ سامعني كده يا محمد؟ بقول لك ايوه هل اقدر سامعينك. احسن من المكتب فيه من عندك؟ الصوت بس بتاع محمد بعيد شوية. كنت بتكلم على المكتب فيه. اوكي تمام. بصوا احنا وصلنا دلوقتي للنقطة التانية، زي ما احنا قلنا هنتكلم دلوقتي على الجزء بتاع الماجنتيك فيلد دلوقتي، بس انا حبيت اوري ان في عندي الدور ده، الباب ده، الباب الاحمر ده مكان تاني نقدر نخرج منه غير المكان اللي احنا دخلنا فيه، بس بشرط في حالة الطوارئ بس. الباب ده بيودي على ال LHC، على التنل الكبير، ممنوع اي حد يدخل منه غير في حالة الطوارئ. مجرد ان اي حد يفتح الايد دي، الهاندل دي، معناها ان في طوارئ، معناها ان في حاجه وراه هناك، في حريق، في اي مشكله. مجرد ما هيفتح ده ال LHC هيقف والتجارب كل حاجه هتقف. طبعا ما فيش حد هيقدر يفتح ده دلوقتي، مجرد بس ان هو لو في حاله اي طوارئ. ده احنا كده بنقرب ناحيه التجربه بتاعتنا. زي ما محمد كان بيقول، عندي جزء تاني، اكسس تاني هنا بندخله، ده الباب التاني اللي نقدر ندخل منه، نقدر ندخل منه للتجربه بتاعه السي ام اس. زي ما انتم شايفين ممنوع الدخول دلوقتي، التجربه شغاله، فاحنا ممنوع اي حد يدخل، بس نقدر من هنا نقدر نحس بالماجنتيك فيلد. زي ما انتم شايفين كده، ده راديشن، اكسس مود كلوزد، معناها ان البتاع الديتكتور، الباب كلوز وممنوع الدخول. واحنا واقفين هنا نقدر نشوف الماجنتيك فيلد، نقدر نحس بيه. طب ازاي؟ بمجرد حاجه بسيطه قوي. طبعا احنا عارفين ان الفيزياء ممتعه، فاحنا لو بصينا على التشين دي، عندي مجموعه بس كليبسات اهي. لو انا جيت وقفت الكليبس كده وسبته، الكليبس هيبتدي يعمل الاين في اتجاه الماجنتيك فيلد زي ما انتم شايفين. احاول احركها او اوديها الاتجاه الثاني، هتبتدي تعمل الاين في الماجنتيك فيلد. طبعا بصوا هنا على التشين دي، لو احنا جينا نحط هنا الكليبسات، بصوا كميه الكليبسات اللي محطوطه، بصوا كمية الكليبسات اللي محطوطة. لو احنا جبنا واحد من دول حطيناه على الأرض، بصوا قوة الماجنتيك فيلد. لو جينا طبعا برضو بص، الماجنتيك فيلد هنا هو قوي، بس يعتبر ولا شيء بالنسبة للماجنتيك فيلد داخل الديتكتور، لأن الماجنتيك فيلد اللي في الديتكتور 3.8 تسلا، بينما هني في الكافرن تقريبا 3 ملي تسلا. في بين المنطقة اللي واقفة فيها الدكتورة ريهام وبين الاكسبيرمنتال كافرن محل الديتكتور حائط أو جدار العرض ماله حوالي 7 متر. وعلى الرغم من هذا الجدار اللي طوله أو العرضه 7 متر، ما زلنا نحس بتأثير الماجنتيك فيلد. فجدا يعني يعني لو أيوه جينا نبص على الدبوس ده، انا حطاه هنا على الموبايل بتاعي، على جسم اسود اهو. كل ما نيجي احرك باتجاه عمودي، لو تلاحظوا ان الدبوس بيرجع تاني في نفس الاتجاه، الالاينمنت بتاع الماجنتيك فيلد. فده بيورينا ازاي التأثير بتاع الماجنتيك فيلد بتاعنا هنا. بس مهما كان برضو زي ما علي قال، الماجنتيك فيلد عندي هنا ضعيف جدا. حاليا اللي قاعد تسويه دكتور رهام هو يعتبر بوصلة تتجه ناحية السي ام اس. بالظبط، عاملين بوصله. هنا عندي برضو الشكل بتاع الديتكتور، ده شكل الديتكتور اهو من جوه. بعد المفروض لو احنا لينا اكسس، وكنا نتمنى ان احنا يكون لينا اكسس للديتكتور، ده شكل الديتكتور بتاعي من جوه، وده شكل النوز بتاعت الديتكتور. طبعا احب اقول حاجه، ان مش كل الديتكتورز اللي موجوده نقدر ندخلها سي ام اس من ضمن الديتكتورز. يعني مثلا ده تجربه تانيه، ما نقدرش ننزل، ما عندهمش امكانيه ان احنا ننزل للسيرفيس كفر حتى.
تجربة السي ام اس بما ان احنا عندنا شيلد كتير زي ما علي كان بيقول، عندنا حيطان شيلد عالية، نقدر ننزل للسيرفيس كفر. بقية التجارب طبعا ما حدش يقدر ينزل هنا. دكتور محمد، تحب ان احنا نوري البوستر اللي هنا بتاع الاكسلريشن ولا مش معانا وقت؟ معلش بقى قوي، نبتدي نطلع دلوقتي للكنترول روم. تمام، اوكي، نقدر نطلع دلوقتي للكنترول روم، وطبعا احنا هيقطع معانا الصوت، وعلى ما نطلع انتوا معاكم بقى الفلور. ان شاء الله. الظريف في الموضوع ان مره دخلت في الماجنتيك فيلد وهو روم كان معايا مرتاح، الفكره كانت بتيجي في الهواء حرفيا، المرتاح بيتشرب في الهواء، كان لازم اكسره جامد عشان يعني ما يخش جوه يا الكنترول يعني. مسامحة أنا دكتور، دكتور أتفضل. محمد، ممكن إذا الأسئلة عندهم، سوري، إذا الطلاب عندهم أسئلة أو تعليقات ممكن نستقبل الأسئلة في هالوقت إذا ممكن أحد نفتح حاب يسأل. باب الأسئلة دلوقتي، الأسئلة تطلع للبرولوج. في مصطفى عندك سؤال؟ يعني إزاي إيه؟ الثريشولد ها ايه الثريشولد قد ايه؟ هو احنا بنتكلم في حوالي 2 ولا حاجه، بس هو احنا دايما لما بتقيس بيكون زيرو، زياده عن زيرو كده يبقى في مشكله حصلت. تمام، از ماكسيموم يعني انا مره حصلت معايا كان 0.01، ده الماكسيموم اللي حصل معايا عشان كنت شغال جنب البيت، بس ممنوع ان حد يخش والسي بي شغال. تمام، كان مصطفى يسأل عن الراديشن دوز، ما قدرت أسمع السؤال. لا خلاص، هو كان بيسأل على الراديشن دوز بتاع الدوزيميتر، الفيشن بتاع أها، مجرد لا ان انت عملت الفيشن ممنوع تدخل الاكسبيرمنت، مجرد أيوة، ان انت دخلت هو بيجبرك اصلا انت لازم تقرا الجهاز بتاعك كل حوالي ولا حاجه، لو انت دخلت وبعت الاشاره وطلعت فوق الفيشن بتاعهم ممنوع لمده 6 شهور ان انت الجهاز بتاعك. وهم انت كمستخدم للدوزيميتر لازم تسوي سكان بشكل دوري، وهم من يوصل الراديشن اماونت مالك الى ثريشولد معين راح يصير يبعثون لك ايميل يقول لك وصلت مثلا للليمت او وصلت لمنطقة خطرة، ومثل ما قال دكتور محمد ما راح يسمحون لك تدخل داخل. ف في حد عنده أسئلة تانية؟ اتفضل. بالظبط، شكلك متابع كويس. فرانس 3 شغالة دلوقتي، اضطر انها تخلص كمان 4 ايام. خلاص انا هديك بالظبط. مسامحة ما سمعت لا السؤال لأن ما عدنا ال... هو كان بيسأل على ران 3 شغالة دلوقتي يا علي. تمام؟ عن شنو؟ ران 3 ران 3 ران 3 رن 3. اوكي، هو ران 3 شغال دلوقتي، هتخلص كمان 3 ايام، غير ان احنا عندنا شت داون، هنبتدي نرجع تاني في شهر مارس حوالي 27 مارس، نبتدي ران 4، هيكون عندنا ستيبل بيم على حوالي اخر ابريل. ابريل في اي سؤال تاني؟ طبعا الحين رهام قاعد اشوف كان في انه سؤال اتسأل صحيح، لو انت ايوه بتحفر في ميه بقيت ميه هتعمل ايه؟ ايوه حاليا ما نسمع اسئله، نسمع اجوبه. انا سألت دورنا نسأل. كان عندنا جواب من الاودينس علي على السؤال بتاع المايك. ثانية واحدة، تمام. ممكن اللي بيجاوبون يجون عند الكاميرا ويمسكوا من الميكروفون هو بيكون ماسك أفضل. الميكروفون لا خليه يجي عندك عشان حابين نشوفهم بعد، يعني نتشرف ان نشوف طلبة مصر يعني الأعزاء. تفضل. سامعني كده يا علي؟ ايوه معلش سوري سوري، بعتذر ان احنا قطعنا الكلام. اوريكم بس على الدوزيميتر ان احنا بعد ما خرجنا نسبة الإشعاع او نسبة الدوز زي ما هي زيرو ايهاب مايكرو ايهاب كارد. ايهاب ثانية واحدة بس، كان في
في اجابه على السؤال بتاع ايوه. الحوار في المره ازاي اه نصنع اوكي حقوق الحيوان. عندنا هنا الدكتور شريف الشرقاوي من قسم الفيزياء حابب اوكي ان هو اوكي يرد على اتفضل السؤال ده. دكتور. مساء الخير، اهلا بيكم اهلا وفرصه وسهلا، اهلا بحضرتك سعيده. يا دكتور. اهلا بيكم وفرصه سعيده جدا ان اكون معاكم في الجوله الممتعه قوي 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 دي، ونشوف حاجات على الحقيقه كنا بنتابعها بس اونلاين او بنتابع اخبارها على النت، وسعداء معرفتكم. هو بالنسبه للسؤال بتاع الميه، هو معروف ان بالنسبه في اوروبا لما بيحفروا انفاق بيواجهوا المشكله دي كتير قوي. انفاق بالنسبه الهاي سبيد ترينز في الجبال، فكانوا بيواجهوا او في الماينز المناجم لما كانوا بيحفروا بيدوروا بقى على اي حاجه جوه تحت الارض، فكانوا بيواجهوا حكايه ان في ميه بتبقى موجوده او في تسريب ميه، فكانوا بيحلوها ان هم يجمدوا الميه باسلوب او باخر، في كذا تكنيك لتجميد الميه علشان يقدروا يوصلوا والطنل نفسه ما يحصلوش كولابس. فكان يعني لحد علمي اخر حاجه كان في التكنولوجي ان هو تجميد الميه في المجال ده. انا بشكركم قوي وسعيد جدا بالدكتور معاكم في سر. شكرا. الله يسلمك دكتور، تشرفنا. بالضبط الكلام الدكتور صحيح، يعني مثل ما قال بالضبط ان جمدنا الماي حوالي في بقطر معين وبعدين استخرجناه الى خارج الكافرن، ف ما شاء الله. يعني اتصور ريهام كانت تتكلم عن اوكي الراديشن اماونت. بالظبط، سامعيني كده يا علي؟ ايوه اوكي احنا كده خرجنا احنا كده على السطح، وهوريكم بس ان احنا زيرو مايكروسفارد، واحنا دلوقتي هنتحرك للكنترول روم. هسيب معاك الفلور يا محمد زي ما تكمل، وهنروح بس للكنترول روم اخر حاجة بسرعة. ماشي تمام. هناخد بس الصوره تمام هو بتعمل ازاي. زي ما قلنا ان التكتور كله تحت، انا مش هتحكم في التكتور ده من تحت، انا وزير الخارجيه دي بنقول التحكم كامله تمام، موجود فيها اشخاص 24 ساعه اسبوع 24/7، ان كل شخص فيهم مسؤول عن حاجه معينه في التكتور ده، وتقدر ان هو في اللي يقفل ويفتح التجربه نفسها، في اللي يسمح بوجود الكوليجن وما يسمحش، في المسؤول عن السيفتي، وفي المسؤول عن الفلتريشن بتاع الداتا، وفي اللي هو التيم ليدر نفسه بتاع الجروب ده. أو دلوقتي طبعا معلومة عن الكنترول روم وعن دكتور محمد، انه هو الشخص اللي كان يدرب الناس في الكنترول روم، فممكن تشوفون الحين بعض طلبته قاعدين في الكنترول روم. سامعيني كده؟ ايوه سامعينك. خلاص احنا وصلنا للكنترول روم، وزي ما علي كان ما بيقول صح، محمد هو اللي كان بيدرب الناس هنا، وبصراحة أكترية الناس هنا عارفة دكتور محمد. هقول حاجة بس بسرعة، حاجة سريعة بسرعة عن الكنترول روم، لأن الناس هنا شغالة ومش عايزين صوتنا يبقى عالي. الكنترول روم عندي جزئين، في الجزء اللي هنا في جزئين من الكنترول روم. الجزء الأولاني هنا عبارة عن السب ديتكتورز، كل جزء من الديتكتور بيكون فيه الاكسبرت اللي موجود او الشفتر اللي موجود اللي مسؤول عن الديتكتور، ولو في اي مشكلة فيه بيريبورت ويحاول يحلها. كل جزء من السب ديتكتور هنا ليه السيستم بتاعه، مثلا جزء للار بي سي، جزء لكل سب ديتكتور. هنا الجروب بتاعنا بتوع الجيم لكل سب ديتكتور. عندنا على الجزء الثاني، هنا ده الجزء الثاني من الكنترول روم، مش هنطول هنا علشان الناس شغاله. عندنا الشيفت ليدر هي اللي مسؤوله على كل شيفتر او كل جزء موجود هنا في التجربه. عندنا جزء هنا اسمه الداك سيستم، وعندنا هنا الداك سيستم ده داتا اكوزيشن سيستم، السيستم اللي فعليا بيبتدي منه التشغيل بتاعه الرن او نوقف الرن. عندنا هنا التريجر سيستم، وده اللي احنا اتكلمنا عليه تريجر شيفتر، وده اللي مسؤول عن التريجر سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه تحت. اخر شخص هنحب نوريه هنا عندنا
التكنيكال شيفتر، وده بيكون قدامه مجموعة الكل، السب ديتكتور موجودة قدامه، موجود برضو قدامه السيفتي سيستم، الديتكتور سيفتي سيستم، وده الجزء اللي أنا كنت بقول لكم عليه، إن إحنا هنا نقدر نشوف مين موجود تحت من خلال الكاميرات، مين نازل مين طالع، عدد الفيزيتور أو عدد الأشخاص اللي موجودين دلوقتي زيرو، مفيش أي حد موجود أندر جراوند. عداكم. عدنا خلص، ما احنا طلعنا. اعتقد ان احنا خلصنا كده في الكنترول روم. يا محمد حابب ان احنا نضيف حاجه هنا قبل ما نتحرك من لا الكنترول روم؟ بس ممكن على الجايد يعني، ممكن ايام تروح العالي اوكي وتوقف لنا اوكي كمان كام. اهلا مره اخرى. فدكتور محمد، شفت أحد من اللي تعرفهم في الكنترول روم؟ والله كلهم اشتقنا لك صراحة. حاليا المكان اللي تتحرك فيه دكتور الرهام هو المخرج من غرفة الكنترول روم، وداخله على غرفة بيسمونها البيتر سيرن روم، اللي هو واحد من سموها على اسم واحد من العلماء اللي في سيرن. عادة هني بنراوي الفيزيتورز بعض الأفلام لما يجون علينا. وقاعدة حاليا تقرب عندي إلى الأسمبلي هول. ما أدري إذا في أي أحد عنده بعد أسئلة أو تعليقات، تفضلوا. السؤال الأخير قبل ما في بس تعليق من دكتور ناصر عميد المعهد. أي حي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، أهلا ازيك يا وسهلا، دكتور علي؟ الله شرفنا. يخليك. انا أهلا اسمي ناصر وسهلا المهربي، انا والنعم. عميد معهد العلوم الاساسيه والتطبيقيه. هو بس انا كان ليا تعليق صغير بس، علشان بس الناس عندنا تتخيل مساحه سيرن. مساحه سيرن لما احنا بنقوله الدايمتر، سوري، او السيركمفرنس بتاعه 27 كيلو متر مربع، يعني مساحته حوالي 58 وشوية كيلو متر مربع. صححني يا علي لو أنا غلط. هو صاير النتنل يعني تحت الأرض، فما تاخذها بس أنا كمساحة. بتكلم عن، حضرتك أيوه بتقول على الديامتر الخارجي، سوري، أيوه على المحيط أهلا، الخارجي 27 كيلو متر، مش كده؟ صحيح صحيح، أيوه. فالمساحة تبقى تقريبا يعني 58 كيلو متر مربع. وتحت الأرض، فمساحة جدا ضخمة. انتوا عارفين ده قد الاكاديميه اللي احنا فيها دلوقتي، او قد الكامبس بتاعنا قد كام مره يا جماعه؟ 263 مره. بالظبط 263 مره. فانتوا علشان تتخيلوا المعمل ده شكله عامل ازاي، عشان كده هو بين دولتين، ما بين سويسرا وما بين فرنسا. ايضا في حاجه كنت عايز اقولها برضو تاني، اذا ما كان الناس مش عارفه، اعتقد في سنه 2018 يا علي، وصحح لي لو انا غلط، كان أحد الناس المشاركين في هذا المعمل أخذ جائزة نوبل في الفيزياء، في الفيزيكس، في 2012. أفهم. أيوه كان اسمه هيجز، لأنه كان اكتشف حاجة اسمها الهيجز بارتيكل أو الجاد بارتيكل، وصححني عليه لو أنا غلط. كلام صحيح، 10 على 10. بشكركم وبشكر ريهام، واضح إن شكرا يا دكتور. أنا بشكرك علي طبعا، وبشكر ريهام، بس بالراحة علينا شوية يا ريهام، سوري. قطعتي نفسنا. شكرا يا بنتي. شكرا لك. الله يسلمك، شكرا دكتور على الإضافات. خلي الجزء ده هو الواضح، واحنا حوالينه، يا تحت يا فوق. محمد هنتصور بس صورة؟ هنتصور they صورة. want to take a group photo. Yeah. يا Yes. ناومي. راح التكنيكال تيم اللي وراء الكواليس ينضمون ويانا في الجروب فوتو. معلش يا جماعه، الناس عايز الشباب كلها، يا ريت الشباب دي تقعد. الكبار بقى يبقى لا، نور نور يا ابراهيم، تعالى قول لي، تعالى شباب. ايوه كده، تعالى تعالى. لا
ايه؟ هتقلل الهدوء طبعا، مفيش تاني بيه الاسفين يا دكتور عبد الله. حين نسوي سكرين شوت والله. ثانك يو، شكرا على استماعكم وانضمامكم إلينا اليوم، صراحة جدا سعداء فيكم، وإن شاء الله نستضيفكم في مرة جاية في سيرن، إن شاء الله. وجدا فرحنا بشوفك دكتور محمد. شكرا لك يا علي، شكرا على وشكرا خير. لدكتور محمد، وشكرا لأساتذتنا اللي كانوا موجودين في القاعة، وشكرا لكم. شكرا. الله يسلمك. أوكي، يلا مع السلامة. مع السلام السلامة. عليكم. وعليكم السلام.